السلام عليكم أخواتي الصيادين، مرحبا بكم في هذه القناة الجديدة الخاصة للمبتدئين اللي خصصتها للناس الصيادين الجدد اللي حابوا يتعلموا الغوص. في هذه القناة راح نصيبوا فيديوهات فيها كل الدروس تاع تعليم الغوص والصيد تحت البحر. يعني راح نصيبوا مثلا فيديوهات فيها دروس فيها كل لوازم الغوص، يعني كيفاش راح تختار اللوازم تاع الغوص تاعك، مرورا من البدلة للبندقية للقناع للماسك للزعانف ليغون. راح تصيب ثانيك فيديوهات تعلم فيهم تقنيات التنفس وكتم النفس وتوسيع القفص الصدري، يعني باش تقدر تشد أطول مدة أطول تحت الماء وباش تقدر تهبط غامقا تحت الماء. راح تصيب ثانيك في هذه الفيديوهات دروس ثانيك فيهم تقنيات الغوص، منها مثلا غوص البطة أو الكنار وطريقة الغوص بالزعانف. راح تتعلم كذلك في هذه الفيديوهات كل تقنيات الصيد، يعني خلاص عندك لوازم الصيد وعندك توسيعات الصدر، عندك راك تشد الهواء مليح، راح تتعلم كيفاش تصيد، يعني تقنيات الصيد. راح تتعلموا في هذه الفيديوهات مثلا تقنيه لاغاشون، تقنيه لاشاساترو، تقنيه لاشاس الانديان ولا الطريقه الهنديه. وراح تتعلم في هذه القناه فيديوهات يعني حتى وين تبدا تصيد، تبدا تصيد يعني من الصفر حتى وين تحكم السمكه الاولى تاعك ان شاء الله. هذه الفيديوهات حين يعاونوك باش تبدا تصيد اول سمكه تاعك بالطرق هذو اللي راهم في هذه الفيديوهات اللي ان شاء الله رايحين يعاونوك بزاف. ونتمنى منكم تابوني في هذه القناه يعني باش تفيدكم، وماذا بيا تبارطاجيو هذه القناه لاصحابكم المبتدئين باش ان شاء الله رايحين يستفادوا ثانيك وحنا نستفادوا معاهم وتكون لنا صدقه جاريه وربي يعاونكم ان شاء الله.